إلى منتصف الشهر المقبل تأجل الحكم بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم المقام من أطراف سياسية كردية معارضة ترافعت للمرة الثانية أمام المحكمة الاتحادية العليا. اليوم كنا نتوقع بأن المحكمة الاتحادية تتخذ قرارها بشأن عدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان، خصوصاً أنه لهذه المحكمة قرار مسبق بشأن عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات. تم تأجيل الجلسة إلى 15/3، نتمنى أنه في 15/3 القرار يكون حاسم. وبينما يرى ممثلو رئاسة الإقليم وبرلمانه بأن قرار التمديد يأتي لأجل تشريع قانون جديد للانتخابات في الإقليم واختيار مفوضية أيضا، وأنهم سيلتزمون بقرارات المحكمة الاتحادية، يعول المدعون على التسريع بحسم الدعوى وإنهاء حالة الفراغ والتجاوز الدستوري على القوانين في الإقليم. قرار المحكمة الاتحادية وفقا للمادة 94 من الدستور قرار بات وملزم لجميع السلطات، يعني إذا التزمت به أم لم ألتزم فهو بات وملزم قطعا. أما ما سوف يكون هناك رد فعل أو موقف للجهات السياسية أو المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان أنا لا أستطيع أن أعبر. وتؤكد المحكمة الاتحادية أن قرار تحديد موعد جديد للمرافعة جاء بعد تسلمها دفوعا جديدة من المتخاصمين وطلب الطرف الآخر العودة إلى الإقليم لجلب القوانين والقرارات المتخذة لتمديد عمل البرلمان ومسبباته. ومع تحديد المحكمة الاتحادية منتصف الشهر المقبل موعدا للبت بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، يعول المدعون على حسم الدعوى في الجلسة المقبلة لعدم الاستمرار بخرق الدستور والقوانين النافذة. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد.